بدأت موضوع ان انا استعمل العجلة بدل العربية بقالي مش كتير، يعني تقريبا اسبوعين ثلاثة. كنت من زمان قوي وانا صغيرة جدا يعني، وانا شايفة انه شيء منطقي، انه يعني انا مثلا البيت جنب النادي، كنت ببقى عايزة اروح النادي بالعجلة، عايزة اعمل مشاويري بالعجلة، بس كان حاجة مستبعدة خالص يعني، اللي هو الناس كانت بتحسسني واهلي طبعا بالذات ان هو يعني حاجة ما تفكريش فيها اصلا. كان بيقول ان هو لا، يعني لا يمكن بنت على عجلة في الشارع، لا يمكن حد على عجلة في الشارع اصلا، لان الشارع عندنا غير مهيأ لاي حاجة غير العربيات. لقيت انه مش البعبع اللي الناس كانت مفهماني، يعني طبعا كنت طالعة من تحت البيت مرعوبة، اللي هو انا مش عارفة بقى انا هعمل ايه بقى، وشاكة ان انا ممكن الف وارجع في نص السكة. لقيت انه لا، موضوع العربيات مقدور عليه، ان انا بخلي بالي كاني ماشية في الشارع بالظبط على رجلي يعني. اشوف بنات بتسوق عجل مش جوه نادي، ده في الشارع، ما حصلتش. وفرحت جدا من المنظر وسالتها يعني انت رايحه فين؟ طيب عايز اعرف يعني هل رايح النادي ولا رايح الشغل؟ قالت رايح الشغل. قلت لها حلو جدا، وهنبتدي بقى نبقى زي بتوع السويد، بس خلي بالك ان السويد في حاره مخصوصه للعجل، وهنا ما فيش، وفي خطوره على عليكي من العربيات، خصوصا الميكروباص الشقي. انا عندي عربيه يعني وبتنقل بيها، كنت بقالي 4 سنين، بس يعني حتى في العربيه كنت بحب ابقى فاتحه الشباك، ببقى عايزه احس ان انا قاعده في الشارع. فطبعا في العجله ده موجود، انا قاعده في الشارع اصلا، وطبعا بخلص من الزحمه يعني. انا دلوقتي بقيت لما بركب العربيه مش طايقاها. الموضوع لسه ما انتشرش في مصر خالص، ما اعرفش اي حد من صحابي، ناس طبعا في ناس عندها عجل، صحابي بنات بس بيركبوه في رحلات ويك اند، حتت مخصصه للعجل في كومباوندز فاضيه كده. بس في ناس شويه اتشجعت بعد ما لقيت الناس بتبتدي. اكتر كلمه منتشره هاتي لفه، حسيت انه مفيش اي ابداع في المعاكسه حتى. جميل، راح تبقى كده دلوقتي. انت عامل ايه؟ خلاص المعاكسات هي كتير، بس كلام ما بيلزقش وما يعني، حسيت ان هو حاجه ممكن استحملها. وعصبتني كمان فكره ان انا يعني اللي هيقرر لي ايه اللي ممكن اعمله وممكن ما اعملوش، العيال الصايعه اللي بتعاكس في الشارع. بنات اللي بيسوقوا العجل؟ لا بتهرجي بقى. طب ما الرياضه كويس. لا في الشارع طبعا في هيعرضوا للشباب، حد معاكسه بتاع، ما رضاش بنت تركب عجله في الشارع، خطر طبعا. عصبني شويه من الموضوع ده، الناس كانت بتقوله، كانوا بيقولوا لي انت كده نازله بتعملي حاجه مش معتاده في المجتمع، فاذا انت كده زي بتجيبين نفسك، يعني انت لو انت نازله بتعملي حاجه يعني، حتى قالوا لي يعني انت كده كانك لابسه مايو بيكيني نازله تمشي في الشارع. في حد كمان قال لي دعوه غير معلنه للمعاكسه. اولا احنا ما نقدرش نقول ان في حاجه ممكن تبرر التحرش، لان التحرش ده يعني سلوك خارج عن شخص، ده بيعكس اخلاقه وسلوكياته هو شخصيا. مفيش اي حاجه تقدر تبرر ده، ولا لبسها ولا شكلها ولا اي حاجه من الحاجات دي، او حتى مثلا لو ماشيه يعني راكبه عجله، هو كل الحاجات دي الشخص المتحرش بيجدها مبرر بالنسبه له عشان يتحرش. يعني هو الشخص المتحرش بيستغل فكره ان طول الوقت البنت ان هو عنده شماعه يرمي عليها سلوكه، عنده ان هي يقول ان هي كانت ما اتأخرت بره البيت، كانت لابسه لبس مش مناسب، يعني كل الحاجات دي ما تبررش التحرش. مش هينفع تقف قدامي بقى، معلش بص طب دي احلى. لا في شوارع ما اعرفش، انا مش هخلي بنتي تسوق هناك بصراحه. شايف اللي وراكي؟ ماله اللي وراها؟ بس وصلت؟ اتواصلوا معاها. اثره سيء على البنت نفسيا جدا، لان هي طول الوقت بتحس ان هي منتهكه، بتحس ان جسمها ده منتهك طول الوقت. مش بس ان هو يلمسها، ممكن بس لما يبص لها بصه مش كويسه. الكلمه اللي بتعصبني جدا ايه ده، بص دي محجبه وراكبه عجله، ده حقي انا اعمل اعيش حياتي زي ما انا عايزاها، مش معناه ان انا كده بدي اذن لحد ان هو يضايقني باي طريقه يعني. يعني عايزين نكسر المبدا ده اذا كان بالعجل او بغيره، مبدا ان هو البنت لو ما كانتش ماشيه جنب الحيط تبقى تستاهل اللي يحصل لها. ايه اللي هي بنت مغزى بالكلمه في عجل؟ الاصل طبعا عندنا ما نخليش بنت تركب عجله وتمشي بيها في الشارع. ده احنا هنا في مصر يعني بقى الكلام ده، المفروض احنا مصريين ما عندناش الكلام ده. ما ينفعش نقول ان المجتمع مش متقبل ده دلوقتي، لا المجتمع هيتقبله لما يشوفه. انا مغزى بالكلمه، انا مغزى بالكلمه، انا بامانه كنت عكس لازم اغزى بالكلمه. تعالى.